المجلس أو التنسيقية المحلية لم... لا انا يا ثانوي بغينا نشكلوا موسيقيه نرفعوا المطلب ديالنا اللي كان جمعنا والحيتيات غنخليوهم حتى من بعد. يعني فيها ممثلين كل المؤسسات هي اساسيده اللي تخلطات عليهم الامور ما بقاوش عارفين واش غادي يتبعوا الناس ديال ياسين سقال استاذ مديريه الحي الحسن. المطلب ديالنا هو كيجي رفض النظام الاساسي الذي اصدرته الوزاره في الايام القليله السابقه. هذا النظام الاساسي التراجعي الذي لم يكن يلبي تطلعات ورغبات الاساتذه، اولا من خلال عدم اقرار زياده في الاجور، يعني اجور مجمده منذ النظام الاساسي ديال 2003، يعني 20 سنه كفرق غياب زياده حقيقيه في الاجور، اضافه لان هذا النظام الاساسي كرس نمط التشغيل بالتعاقد، يعني نمط التشغيل بالتعاقد ولا في نظام اساسي ديال القطاع ديال التعليم. اذا هذا النظام الاساسي هو نظام كتأهيكلو الوزارة لكن فيه تعدد المشغلين، فيه أفواج اللي توظفت ما قبل 2016 خدامة مع وزارة التعليم، والأفواج اللي توظفت ما قبل أو ما وراء 2016 خدامة مع الأكاديمية الجهوية. ما هو الدور الذي قام به هذا النظام هذا؟ فقط وحد المهام داخل القطاع، وحد نمط الترقية. إذا هذا النظام الأساسي كتحتج عليه كافة الفئات التعليمية ماشي فقط هيئة التدريس، إذا هيئة التدريس بالأسلاك ديالها الثلاث الابتدائي والإعدادي والثانوي والتأهيلي، ثم التوجيه والتخطيط، ثم الإدارة التربوية إضافة للتفتيش. إذا هذا النظام الأساسي أزيد من 30 جولة من الحوار، أزيد من سنة ونصف من الحوار، على ماذا خرج؟ إذا خرج بتدابير وقرارات جوفاء لا تتناسب تطلعات الأساسيدة. إذا الأساسيدة كانوا يتطلعون إدماج الأساسيدة المفروض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية، إقرار زيادة في الأجور حقيقية، ثم خلق درجات جديدة بالنسبة لأن سقف ترقية الأستاذ يتوقف إما في الدرجة الممتازة. تحية نضالية. إذا أستاذ عثمان الرحموني المنسق الإقليمي للأساسيدة المفروض عليهم التعاقد مديرية الحي الحسني. إذا يأتي هذا الشكل يعني رفضا كليا أو جماعيا للشغيلة التعليمية النظام الأساسي لقطاع التعليم، رفضا لكل التراجعات الخطيرة في قطاع التعليم وفي حق الشغيلة التعليمية في وظيفة عمومية قارة، وكذلك في حق أبناء الشعب المغربي في تعليم عمومي مجاني وللجميع يقدم للجميع على قدم المساواة. إذا اليوم الشغيلة التعليمية سواء المفروض عليهم تعاقد أو المرسامين يعني يعبرون عن سخطهم وعن رفضهم المطلق لهذا بنود هذا النظام الأساسي اللي أقرت بشكل مباشر بعدم استجابة المطلب للإدماج في سلك الوظيفة العمومية وإسقاط مخطط التعاقد. والمادة الأولى راه واضحة يعني أن هذا النظام يضم أطر الأكاديمية، المشغل ديالهم هما الأكاديميات وأطر الوزارة وموظفي الوزارة. هذا جانب، بالإضافة إلى حجم العقوبات اللي جا فيها، أربعة ديال الصفحات كلها عقوبات، صفر تعويض، إثقال الأستاذ مهام جديدة خارج مهمة التدريس بزيرو تعويض. إذا كل هذا السياق هذا ككل أخرج يعني الشغيلة التعليمية للاحتجاج ضد هذا النظام الأساسي وإسقاطه. النضال سيبقى ما دام أن هناك يعني استهداف للشغيلة التعليمية. الوزارة في شخص الوزارة يعني أو الدولة عموما يعني في المقاربة ديالها عندها مقاربة واحدة قديمة جديدة اللي هي المقاربة القمعية. كنشوفوا الجحافل ديال القمع اللي مطوقة الشكل اليوم، وتاريخيا نذكر فقط اغتيال الشهيد عبد الله حجيلي، إذا لغتها الحوار الذي تتقنه هو حوار القمع والرفس. اليوم من بعد يعني جولات حوار ديال الاطارات ولا ديال البيروقراطيات النقابيه اللي فاقت 30 جوله، خرجت لنا هذا المولود الهجين اللي هو النظام الاساسي لقطاع التعليم الذي يقضي على امال كل الشغيله التعليميه ويقضي على مطالبها. وبالتالي ليس هناك حوار جدي تريد الوزارة في استجابة إلى مطالب الشغيلة التعليمية. عندما ترى الاحتجاجات في الشارع فهي تحاول التعتيم عليها وتحاول يعني ربح مزيد من الوقت والهروب إلى الأمام والتسويف في حل الملفات التي تتراكم في قطاع
في قطاع التعليم. إذا اليوم نحن كذلك نحاور الوزارة بلغة الشارع، نحن متواجدون وهذا كذلك معبر عن حوارنا وعن رفضنا المطلق للنظام الأساسي، رفضنا المطلق يعني للتعاقد، مطالبتنا بالإدماج في سلك الوظيفة العمومية. وتحية نضالية لكم.